أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. عندنا المثال اللي عطينا: سرير، سرير، سرير. جزئها لنا إلى مقاطع. حرف السين عنده فتحة، هذا مقطع وحده، هو المقطع الأول. حرف السين عنده فتحة. عندنا هنا حرف الراء عنده مد بالياء، حركة طويلة، مقطع ثاني، غادي نكتبوه بوحده. وعندنا حرف الراء عنده التنوين رن، حتى هو مقطع بوحده، هو المقطع الثالث. للإجابة على السؤال الثالث خصنا نفهموا أولا المقاطع. شنا هي المقاطع؟ فبالنسبة للمقاطع عندنا أي حرف كيف ما كان، إذا كان عنده حركات قصيرة يعني فتحة ضمة أو لا كسرة، فهو كيشكل لنا مقطع. مثلا حرف الباء إذا كانت فوق منه فتحة فهو مقطع، إذا كانت فوق منه ضمة فهو مقطع، إذا كانت كسرة فهو مقطع. إذا كان عنده حركات طويلة يعني مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو، فهذوك الحروف بجوج كيشكلوا مقطع بوحدهم. مثلا حرف الباء، حرف الباء إذا كان عنده مد بالألف با، فحرف الباء والألف بجوجهم كيشكلوا لنا مقطع بوحدهم. عندنا الحالة الثالثة، إذا كان الحرف عنده التنوين يعني تنوين بالضم، تنوين بالكسر، تنوين بالفتح، فهو كيشكل لنا مقطع، خصوصا تنوين بالفتح، فهو الحرف مع الألف والتنوين كيشكلوا مقطع بوحده. وعندنا السكون، الحرف الساكن، الحرف الساكن ديما كيتبع الحرف اللي قبل منه اللي متحرك. فمثلا شمس، شمس، فالميم اللي فيها السكون كتبع حرف الشين، والمقطع اللي فيه الشين والميم بجوجهم كيكونوا لنا مقطع. غادي نحاولوا نطبقوا هادشي اللي تعلمنا على الكلمة أو للمثال اللي عطينا. فهما عطينا كلمة سرير، سرير، كلمة سرير تكتب بهذا الشكل. عندنا حرف السين، حرف السين عنده فتحة س، سري، حرف الراء عنده المد بالياء، سرير، سرير، سرير. إذا حاولوا نطبقوا هادشي اللي شفنا. عندنا هنا حرف السين فوق منه فتحة، والفتحة من الحركات القصيرة، إذا حرف السين عنده فتحة كيشكل لنا مقطع بوحده. س، س، حرف السين عنده فتحة كيشكل لنا مقطع. س، س. هنا عندنا حرف الراء، حرف الراء شنو قدامه؟ حرف الياء. ولكن واش هاد حرف الياء نطقناه يعني واش عنده شي حركات؟ ما عندوش. هنا حرف الياء هو عاوننا اننا نمددو الصوت ديال حرف الراء، ري، ري. اذا حرف الياء هنايا هو فقط حركة طويلة، حركة طويلة، ري. اذا الحرف اللي كان عنده حركة طويلة فهو كيشكل لنا مقطع بوحده. اذا المقطع الثاني هو حرف الراء عنده مد بالياء اللي هي حركة طويلة، هذا هو المقطع الثاني. عندنا الحرف الاخير اللي بقى لنا فوق منه التنوين، وقلنا بان التنوين ايضا الا كان فوق الحرف فهاد الحرف كيشكل لنا مقطع بوحده. اذا المقطع الثالث هو حرف الراء عنده التنوين بالضم. اذا كلمة سرير كتشكل او كتكون من ثلاث مقاطع. المقطع الاول وحرف السين عنده الفتحة س، المقطع الثاني وحرف الياء، حرف الراء عفوا عنده المد بالياء ري، والمقطع الثالث وحرف الراء عنده التنوين بالضم رون، رون. لهذا في النطق ديالها كنحاولوا نطقوا المقاطع في الاول: س، ري، رون، س، ري، رون. عاد كنجمعوا الكلمة: سرير، سرير،
فتجزيء الكلمة إلى مقاطع كيعاونونا باش أننا نطقوا الكلمات بسرعة. الثانية اللي طالبين منا أننا نجزئها هي كلمة رسم. رسم، إذا كلمة رسم كتكتب بهذا الشكل، ر س حرف السين، ر س ما، راس ما. إذا إلا بغينا نجزئوا هذه الكلمة أيضا غادي نشوفوا حرف بحرف. عندنا الحرف الأول هو حرف الراء، فوق منه فتحة، والفتحة من الحركات القصيرة، وقلنا أي حرف فوق منه حركة قصيرة فهو كيكون لنا مقطع بوحده. إذا المقطع الأول هو حرف الراء، عنده فتحة، راء راء. شوفوا الحرف الثاني، الحرف الثاني عندنا حرف السين، عنده فتحة، والفتحة إلا كانت فوق الحرف فهي من الحركات القصيرة اللي كتشكل لنا مقطع بوحده. إذا حرف السين، حرف السين مع الفتحة فهو أيضا كيشكل لنا مقطع بوحده. س س. وعندنا آخر حرف هو حرف الميم، فوق منه فتحة، إذا أيضا حرف الميم مع الفتحة كيشكل لنا مقطع بوحدو. ما ما. إذا كلمة راسامة إلى قطعناها أو لجزئناها لمقاطع فهي فيها المقطع الأول را، المقطع الثاني س، والمقطع الثالث ما. را س ما، را س ما. وملي كنجمعوا المقاطع كتعطينا كلمة راسامة. راسامة. عندنا الكلمة الأخيرة اللي عطينا هي كلمة مسرور. مسرور كلمة شوية طويلة، غادي نحاولوا أننا حتى هي نجزئوها إلى مقاطع. إذا غادي نبداو حرف بحرف. عندنا الحرف الأول هو حرف الميم، عنده فتحة، وقلنا الحركات القصيرة من اللي كتجي فوق الحرف فهي كتشكل لنا مقطع بوحده، يعني ذاك الحرف تيكون مقطع. فحرف الميم مع الفتحة غادي نكتبوه مقطع بوحده. حرف الميم عنده فتحة، ما ما. عندنا الحرف الثاني هو حرف السين، عنده سكون، حرف السين عنده سكون. احنا الحروف اللي كيكون فوق منها السكون كتبع الحرف اللي قبل منها، ما كتكونش بوحدها، ضروري تبع الحرف اللي قبل منها. لهذا حرف السين غتبع لنا حرف الميم، وغادي تشكل لنا معاها مقطع كتبع الحرف اللي قبل منها اللي كيكون عنده حركة. مس مس، مقطع بوحده. مس مس. غادي نشوفوا دابا الحرف اللي من مراهم. عندنا حرف الراء، حرف الراء عنده المد بالواو، رو. هادشي اش كنسميو حركة طويلة، رو رو. إذا حرف الواو هنا عاوننا باش نمدو الصوت ديال حرف الراء، لهذا حرف الراء مع الواو بجوجهم تيكونوا لنا مقطع بوحدهم، رو رو رو. نشوفوا دابا المقطع الأخير اللي هو حرف الراء مع التنوين. احنا قلنا التنوين أيضا الحروف اللي فوق منهم تنوين، يا بالفتح يا بالضم يا بالكسر، فهما كيكونوا لنا مقطع بوحدهم. لهذا حرف الراء مع التنوين كيكون بوحده. في القراءة ديالهم مس مس، رو رو، رن رن، مس رو رن. وبهذا كيعاوننا نجمعوا المقاطع ونكونوا كلمة مسرور مسرور مسرور. وهذا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا ديال اليوم اللي تعرفنا فيها على حرف السين في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة، وأيضا تعرفنا على المقاطع. فكنتمنى أنكم تعودوا الحلقة بزاف ديال المرات حتى تمكنوا من معرفة حرف السين. وقليا إلا نشكركم على حسن التتبع والمشاهدة. شكرا بزاف للناس اللي التحقوا بالقناة، وشكرا أيضا للناس اللي كانوا معنا منذ البداية. شكرا لكم بزاف، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. سلامة.